فوت على الفيسبوك، العالم كلها عم بتنق انه نحن وين صرنا وما في كهرباء وجوعانين و فوت على الانستغرام بتلاقي العالم كلها سهرانه. صرت احس حالي انا غلط، لازم اكون مثل العالم. يعني اتمنى لاي انسان كان عدو ولا صديق ولا شيء يكون ايام حلوه. البحور مليانه، نايتات مليانه، مطاعم مليانة، زيتونة مليانة. مع عودة الحياة اليومية والعملية لطبيعتها بلبنان بالتزامن مع اشتداد الأزمة الاقتصادية، بيبرز التفاوت الطبقي بين أفراد المجتمع وبتبرز معه نفسياتهم. فقد ظهرت للواجهة إفات اجتماعية قديمة حديثة مثل الحسد وضيقة العام من جهة والتباهي والاستعراض من جهة تانية دون مراعاة مشاعر الآخرين. ما طول عمرنا نقبض بالدولار، ما يجي 10 ايام يكونوا رايحين، انتم تقبضوا بالملايين. بتتفاجئ انه في عالم بعد عم تنزل تسهر وتظهر وتروح وتجي، والبحوره مليانه. انت ما قلت خليه صارت 100,000 على البحر. بقول لك ايه 10 دولار، ما هو دولار، من وين عم يجيب دولار ما بعرف. في ناس كثير مختربين كانوا يقبضوا برا 600 700 دولار، يبعثوا لاهلهم 200 و300 دولار يعيشوا منهم. ما كان حدا يحسدهم، كانوا اصلا ما يطلعوا فيهم. اليوم صار الانسان المسافر عم بيحول لاهله بالعمله الصعبه ولو مبالغ بسيطه، عم بيحسن الوضع نتيجه فرق العمله. طيب ما نحن ما فينا نيجي دائما نشوف اليوم انه هذا الانسان اللي مسافر اللي مهاجر اللي هو معاشه ربما يكون محدود، ولكن بالنسبه لفارق العمله اعطى شيء من اليسر لإله ولعائلته. طيب هذا كان لازم نشوفه قبل هلا لما نحن كنا ميسورين، وكان هو عم يكدح بالخارج مش عم يقدر يطلع حتى المصروف البسيط. استفادة بعض الأفراد والعائلات من ارتفاع سعر صرف الدولار مقارنة بالليرة اللبنانية وانتعاش أحوالهم المادية مقارنة بالماضي ولد الحسد والغيرة وضيقة العين عند البعض دون أي مبرر غير الأنانية وحب الذات وعدم تمني الخير للآخر. فصرنا نسمع عبارات مليانة ضغينة مثل ملوج وعم يقبض بالدولار أو مرتاح وشو عباله. بتعرف الواحد لما بيظهر بحط لوكيشن بحط أي شيء كذا، أكيد العالم يعني بتحسد يي إنه كيف عم تظهر والوضع مش منيح والوضع كذا، بس أنا ما بهمني. قلت لك شو بتشتغل؟ عندي ملحمة. اشتري لحمة من عندك بتقول له شو مرتاح؟ إيه طبعاً، هلا اللي بفوت بنقول له شو الله يرزقك معك مصاري. إيه فالله يعين العالم. بس إنه يعني هلا بتلاقي ورق مثلاً واحد ورق عم يشوي لحمة، يمكن مثلاً جاي عبال، يمكن هيدا مثلاً طبعاً مصروف ولا من الشهر، يمكن هذا إذا عملها. وأنا بتصور هلا مبدئياً على الوقت الحاضر كله عم يرمي لنا شوى اللحم. إذا أنا بدي أشوف غيري قد إيه عم ياكل وشو عم ياكل وهيك، هيك بكون أنا عم بحسده، عم حط عيني برزقته. سو خلص كل واحد يعيش على قده. ده إنه واحد معه دولار يعني هذا شيء صار واو بلبنان. بيقولوا لك أصحابك؟ هلا كانوا يقولوا لي، هلا أنا بطلت شيء من بعد ما نزلت من السعودية. قاعدين بلبنان مثل ما شايفه، ما في شغل ولا شيء. هلا ليك يا حبيبتي بنظهر وكل شيء بس مش مثل الاول. سواء كان في ازمه اجتماعيه او ما في ازمه اجتماعيه، بطبيعتهم هن اناس ينظرون الى ما عند الاخر، عندهم شيء من الانانيه المفرطه، من الطمع، من الجشع، من حاله المرض النفسي. هيدا ما له علاقه بالفقر والغنى. يعني في كتير ناس عندهم حسد للاخر وما بيحبوا يشوفوا النعمة على الآخر وهن ميسورين. في بعض الفقراء بالعكس ما بينظروا إلى ما عند الآخر، راضين بما قسمه الله لهم. والواحد بيتدين عشان يتزين بلبنان، هيدا الطبقة الوسطى ما في منها بلبنان، طول عمرنا بنتزين للتدين. هيدي اللي هي بنتقد اللي بيحطوا على الفيسبوك، لا يعيشوا حياتهم الخاصة مثل ما بدهم، بس مش بالعلن. ونحن عم بصير عنا انتحارات وعم بصير عنا كله كرمال جوع وكذا، وهذا مش بالعلن تنعمل. هيدا مالي، هيدا تعبي. يعني أنا مش اشتغلت 10 سنين وعشرين سنة برا، عملت مثلا 40,000 دولار 100,000 دولار، مش من واجبي اجي اعطي هيدا. هلا في هو يطلع بالعالم، في يساعد، في يساهم. اذا انت عندك شيء من الامكانيات وربنا منعم عليك، بدك تنتبه الى مشاعر الاخر. ما بقدر يعني انا اروح على محل يمكن غيري منه قادر، او اولادي اخذهم وغير اولاد غيري رفقاتي اصحابي ما قادرين ياخذون، اكيد ما بعملها مثلهم لو كنت قادر. ليه؟ لانه اذا انا ما حسيت بغيري اكيد رح يجي نهار ما حدا رح يحس فيي. يعني جاري ما عنده امكانيه انه يشتري فواكه، ما في اجي احمل كيس فواكه واطلع قدام اولاده فايت على بيتي، انا طعمي اولادي فواكه وابن جيراني عم بيشوفني شو مفوت او عم يشوف ابني شو عم ياكل. من الانصاف ومن البر ومن حقوق الجار اما ان احمل معي لي ولجاري ما اشتريه، او على الاقل اتستر بما احمله حتى لا اؤذي نفوس اطفال جاري.